مكلتنا دقوا مكلتنا وعطونا رايكم فيها ويلا جاتكم بنينا كلوها بالصحة والهنا خير عليكم، نرحب بكم من جديد في عدد جديد من حصة ذوق ماكلتنا. مازال نوعوا في أطباقنا وحتى الضيوف تاعنا، واليوم ضيف اليوم هو فنان موهوب كتير، سمعتوه شفتوه وأكيد حبيتوه. أنا معنا اليوم ياسين بوزامة، مرحبا بنا عندك. مرحبا بك أختي نوال، نشكركم جيتوا عندي للدار ونشكر فرقة تاع ذوق ماكلتنا وكذلك كل محبي قناة شروق تي في والجمهور الجزائري بصفة عامة. وشرفني كثير اليوم اللي راكي هكذا في البيت تاعي ونتكلموا على، أنا نقول حتى يعني حصة تاع الطبخ حصة فنية، يعني كما الحصص اللي نديرها انا في الفن، وكذلك الجمهور الجزائري يحب بزاف هذا الحصص لانه يكتشف اولا ربما اطباق اللي ما يعرفهمش، وكذلك يكتشف كما حنا نقولوا اطباق اللي يجونا ربما من الخارج ويعجبونا وندخلوهم كذلك في ان شاء الله. احنا نشكرك على حسن ضيافتك، وكما قلت حنك الشعب تاعنا والجمهور واللي يحبوا حصه ذوق ماكلتنا في هذه الحصه راح يكتشفوا اطباق، لكن حابين نكتشفوا اليوم الفنان ياسين بوزامة مواهب تاعو مشوارك الفني. يعطيك الصحه. على كل حال والو، احنا في حصه تاع طبخ كما قلت. على كل حال ياسين بوزامة فنان، بديت صغير هنا، رانا في روسو هنايا، بديت في جمعيه معروفه على الساحه الوطنيه، جمعيه الفن الادب اللي موجوده هنا في روسو، كان هذا سنه 76 وانا صغير يعني 12 13 عام. بديت الفن كما حنا نقولوا بالاندلس بالمدرسه، شفت دو تو دي باس دو سولفاج اي تو. من بعد اتصلت بجمعيات اخرى مثل الفخرجيه والسندوسيه، من بعد انقطعت عن النشاط الجمعوي، ولكن دائما كنت نعمل يعني في سهرات خاصه ولا مع احبابي هكا يعني الشعبي. ومن بكري كذلك عندي واحد الهوايه هي تاع الكتابه، والكتابه هذه على بالك حكمه، يعني سيرتو واحد اللي يكون مصغر يحب يسمع الشعر، يحب يكتب كذلك هكذا يعني اشياء وهكذا، يعني كما حنا نقولوا طيحه ونوضه وكذا، حتى الحمد لله حتى دخلنا في بحر واحد اخر يعني في الميدان التلفزيوني في التنشيط والاذاعي، وكذلك عندي قسط كبير نخصه للكتابه والتلحين. الله يبارك. يبارك فيك اختي نوال. والكتابه والتلحين هذه حكمه، علاش؟ لانه لو كان نجبدوا كبار الفنانين اللي عرفتهم الساحه الوطنيه مثل يعني محبوباتي ولا عمراوي ميسوم ولا يعني هذوما فنانين كانت عندهم واحد الكفاءه يعني يكتبوا يلحنوا ولو يعرفوا يغنوا بصح ما كانوش يغنوا هما، يعني هذاك الشيء اللي كانوا يقدموه يعني كان يكفيهم وكانت عندهم مكانه. ولكن الخصوصيه نتاع هاد الفنانين الكبار انهم يقدروا يكتبوا في كل الانواع دون دي ستيل ديفيرون ويكتبوا الاصوات مختلفه، يعني نشوفوا محبوباتي مثلا واش عطى القروبي يوالم القروبي، واش عطى العمر الزاهي شيخ ناس المعلاه يوالم عمر الزاهي، واش مد الفنانين والفنانات واحد اخرين يعني نفس الشيء، كل واحد يعطي له على حسابه. والقوه انا نظن القوه نتاع القوه والذكاء نتاع الكاتب ولا الملحن هذا هو، يعني يعرف يلبس الفنان. يعطيك الصحه وان شاء الله اليوم ذوق ماكلتنا ان شاء الله تكون في المستوى وتقدر تقدم لك يعني كيفيه جديده. اليوم اخترنا ان شاء الله ندوق معنا المطبخ اللبناني ان شاء الله لانك فنان اليوم يعني طبخ لبنان حابين هذا الطبخ هذا هو معروف كثير وحنا حبيناه مع الوقت كما قلت الاعلام راهو وصل كل شو اون بلوس عندنا حنايا
هذايا مع الاعلام كلش ولا قريب. صح صح نشوف. لهذا اخترنا لك كيفيتي ان شاء الله يعجبوك. ان شاء الله ان شاء الله. ولو انا اختي نوال على كل حال ما نعرفش نطيب ولكن نحب ناكل. هذاك هو الصحه. يعني جو مو بري با فريمون جادور مونج. ملا ما نطولش عليك ان شاء الله نروحوا نشوفوا الكيفيه تاعنا. أيوة. باش اون بعدك ان شاء الله بعد ما تذوقهم وان شاء الله يعجبوك راح نسمعوا حاجه من عندك ان شاء الله. بوكو با اذا كيما احنا نقولوا نروحوا نذوقوا المكلب باش نشوفوا ولا الراس يغني ولا لا. ان شاء الله يغني. الكرشي لا ما تشبعش الراس ما يغني. ما يغنيش ان شاء الله يا ربي تشبع ويغني ان شاء الله. اختينا نفوتوا. نعم مشاهدينا الافاضل مساء الخير عليكم على سلامتكم معنا. مرحبا بشروق تي في. هنا راكم في الكوزينه نتاعي ونرحب بزميلتي نوال. عسلامتك نوال. الله يسلمك يعطيك الصحه. واش جيت لنا اليوم؟ كيما راك تشوف العدس. العدس انا عمري ما شفت هذا الكولور نتاع العدس ما نعرفوش. واليوم راح نديروا بهاد العدس شوربه كيما نقولوا حنايا شوربه عدس. يعني هاد الشوربه هذه ماشي تاعنا. داكو. هي من بدل الشقيق لبنان سوريا مصر كامل يديروا هاد الشوربه عدس ويديروها بهاد العدس الاصفر. العدس الاصفر هذا موجود في السوق نصيبه؟ راهو موجود ماشي في الاسواق في يعني وين تروح تلقاه. ونطيبوه كيما العدس نورمال اللي نعرفوه حنا. هذا يطيب تم تم يعني. العدس تاعنا احنا معروف انه شويه ياخذ وقت باش يطيب لكن هاد العدس الاصفر راح ياخذ لنا وقت قصير. وفيه بناد راك كيما راك تشوف لهنايا لي زانغريديون برسك يشبهوا لا ميم كولور تاعو. صح صح انا نشوف. الوغ بوغ هاد شوربه عدس لبنانيه في الاصل عندنا هاد لي زانغريديون. الاول العدس اصفر. ايوا. وعندنا حبه طماطم مقشره. عندنا حبه بصل قسمناها اون دو كبيره. ايوا كبيره. الوغ هذا النص تاعو خضر راح نستعملوه في الشوربه والنصف تاعو تقليناه مع الاخير راح نرميوه في الشوربه بعد ما تطيب ونميكسيوها. الوغ هذا حنستعملوه هذا مع في الاخير. عندنا زروديه 3 حبات زروديه نقيين مقطعين ملح فلفل الكحل وشويه تاع زيت. مكاش مكاش ابسط. نعم انا نشوف يعني حتى يعني المكونات موجوده وبسيطه ومحبوبه. ثاني الطماطيش زروديه البصل تري بيان تري سامبل. على بالي اليوم راح تشوف شوربه يعني جديده. شوربه جديده. حاجه الاولى نبداو شويه تاع الزيت ما نكثروش دج مغارف ثلاثه. عندنا طماطم بعد ما قشرناها حبه وحبه بصل كبيره قسمناها على اثنين. العدس بعد ما بيان سور غسلناه نقيناه نديروهم كامل بارد في بارد على فوا. وهنا نقدروا بعد ما نديروهم يتقلاو ونديروا شويه تاع ملح وفلفل الكحل وشويه تاع زروديه بيان سور هذيك. نقدروا نمرقوا بمرق دجاج ولا اللحم يعني سي او شوا. ما نقدروا نستعملوا الماء عادي هي على الذوق من الاحسن نديروا شويه الذوق لازم دو بريفيرونس لكن حتى الماء العادي راح يمد نتيجه ويجوز كما قلت. نزيدو نكملوا زروديه غير الالوان اللي رايحه الاورانج برتقالي اصفر راهي مع هاد العدس. هنا دوكا حنقولوا كلش مع بعض ومداك نمرقوا حتى يتغطى كامل. ايوا كي نشوفوا كلش ابري واحد 20 مينوت ا 30 يطيب كلش نميكسيوها بيان سور. نشوفوا اونتر طون الملح ولا مخصوصه الفلفل الكحل ولا نقدروا نزيدوا نميكسيو لو تو. ومداك عندنا البصل طايب. البصل طايب كيما تشوف هنا طايب فوق زياده مقلي بشويه تاع زبده ومعك نحطوه كامل في لاسيات اللي راح نقدموا بها. تخي بيان. اذا معليش نستناو برك نشوفوا صفية بنت زميلي توفيق. الله يبارك. جاتنا من ماليزيا وراهي حابه ديكوفري لا كوزين نتاعنا لانه هما عندهم كذلك عندهم حضاره كبيره في أكيد. في الطبخ. اذا راح من بعد ذوق معنا الماكله نتاعنا ان شاء الله تعجبها. شكرا. هذا على بالي بلي حتعجبها باسكو هذه الشوربه هذه خفيفه يعني الكبير والصغير. تخي بيان. الشوربه تاعنا ما بقى لها غير نحطوها فوق النار. نحرقوا عليها شويه كي تتقلى نمرقوا عليها 20 30 دقيقه نحوها نميكسيو لو تو. ولو مومون اللي راح نقدموها راح نديروا البصل هذاك اللي بيان سور حمرناه وقليناه في شويه تاع
تاع الزيت ولا زبده. يعطيك الصحه اختي. الله يسلمك. ملا بقاو معنا باش تشوفوا الكيفيه الثانيه. فوالا كيما راك تشوف انا نقلو فيها ماشي حاجه كبيره. ايوا هنا هنا دوكا لازم نمرقو حتى كامل يتغطى. و سا ديبون حنايا وحبينا بايزومبل نحبو تجي الشوربه تاعنا ثقيله ما نكثروش الماء، لا حابين تجو نحبوها شويه خفيفه نكثروا الماء. بسم الله. اي دو بريفيرونس الماء يكون سخون. ايوا باش ما نستوبيوش لا كويسون تاع الزروديه هذيك اللي كانت شويه سخونه مع العدس. فوالا اذا نزيدو نرحبوا بكم معنا في ذوق ماكلتنا. نرحب بكم في الكوزينه تاعي كاع الاوفياء شروق تي في. بعد العدس صفر اللي شفتو بوراكم يا فراه طيب ما نهضروش عليه، من بعد نعاودو نولو ليه. راني نشوف دوطخ انغريديون سور لا طاب. واش راك حدير لنا اختينا؟ كيما راك تشوف سي لو بلا اللي راح نديروه اللي اسمه مقلوبه. مقلوبه وهو كانا ان بلا لبناني اللي يمشي مع شوربه العدس. مقلوبه هذه كيما راك تشوف لي زانغغيديون تاعها حاجه مواد بسيطه يعني. نعم. لي حاجه الاولى اللي نبداو بها اللي لازم تكون عندنا هنايا الرز دو بريفيرونس يكون مفور، ما يكونش هذاك الرز اللي يقدر يتعجن ولا رقيق. هذاك كيما هذا المفور دو بريفيرونس. ما حاجه الاولى مع الاول واش نديروا للرز؟ الرز نغسلوه ونخلوه شويه مع ماء باش يتنفخ. صح. ما يبطلناش في الطياب باسكو علاش الرز مفور ياخذ وقت كثير على الابيض هذاك في وقت الطياب. خير دو بريفيرونس بعد ما نغسلوه نخلوه واحد سويعه مع الماء. ومع ذاك بيان سور نصفوه ونستعملوه. واش عندنا؟ عندنا كانا الباذنجال. هنا كيما راك تشوف نقيناه وقطعناه نحي خلينا لابو تاعو القشره تاعو لكن نحيناها في لي كوتي. داكوغ. وبعد ما قشرناه درناه درنا له شويه فلفل كحل ملح بعد ما غسلناه بيان سور بشويه داخل وما درناه في الفارينا وقليناه. لا فارين باش ما تشربش بزاف الزيت. وهنا قشرناه باش هما داك ناكلو نقدروا نقسموه دي بتي مورسو باسكو يو كان كانت القشره كامل ساير داير ما كي نحكمو كي نقعدوا ناكلو ابخي راح لا بيس هذه كامل تكون كومبليت معنا ما تقدرش تقسم ما تقدرش تقسميها مورسو. تري بيان على هذه اوني اوبليجي نقسموها باش هما داك نتحكموا فيها حنايا. هذا بما يخص الباذنجان اللي راهو مقلي وواجد. عندنا حبه تاع طماطم. نعم. دي غوندال رقاق. عندنا طرف صغار تاع اللحم. داكوغ. بعد ما طيبنا هذاك اللحم قليناه في شويه تاع البصل. مقليه. مقلي بشويه تاع البصل. قليناه حتى خلاص ما قعدلوش حاجه كبيره للطياب. مرقنا عليه والمرق تاعو ها هو هذا اللي راح نمرقوا به ومن بعدك لو بلا تاعنا. فوالا سكي في المكونات هذاك البصل. البصل البصل هنايا باش نفهموا بلي درناه مع اللحم قليناه مع اللحم. بعد ما كان قريب يطيب مرقنا عليه شويه ملح فلفل الكحل لا ميم شوز دائما يكونوا حاضرين. و لو بلا تاعنا مازال له غير لو مونتاج. غير لو مونتاج. لو مونتاج هذا راح يبدا. عندنا مقله ولا لازم حاجه تكون شويه عاليه شويه با ترو باش من بعدك نقدروا المقلوبه نقلبوها. تري بيان. نبداو بلي ترونش دو طوماط اللي يكونوا رقاق نحطوهم كامل ساير داير على لو بلا تاعنا ولا المقله تاعنا ولا واش عندنا. الباذنجال. نفرشوه كامل نحطو في لي كوتي هكذا ساير داير حتى يتغطى كامل المول. ايوا يعني كيفيه بسيطه وبنينه
ودو طون زون طون لازمنا نوعوا شويه، لازم نخرجوا على لا روتين، على لي بلا تاعنا. واليوم اختينا هو العالم صباح بشرى، يعني البلا اللي معروف في لبنان ولا معروف في ماليزيا كما قلت لازم نعرفوه، لازم ندوقوه، وسورتو كي تكون حاجه بنينه ماذا بينا احنا ثاني نعرفوها نكتشفوها. يعطيك الصحه، انا جو بريفير ما نخليش هادو. ايوا نكملهم. يسلمك. هذا درنا لهم بلاصتهم، دوكا هنزيدو راهو طايب. طايب نفرشوه كامل. طايب ولا بريسك طايب؟ طايب ما قعدلوش حاجه كبيره يعني، باسكو علاش تقلى بيان وزدنا مرقنا عليه. داكور. وعدنا الروز تاعنا، الروز اللي ما راهوش طايب. داكور. اللي بعد ما غسلناه خليناه في الماء واحد سويعه باش يجينا ساهل. فوالا نفرشوه كامل، نغطو به. داكور. نغطو هذيك لا فيوند اللي كانت تبان. هنا دوكا نديروه فوق النار ونبداو نمرقو بالمرق تاع اللحم اللي فيه بنة تاع فلفل الكحل تاع الملح تاع البصل تاع اللحم هذاك، ونشوفو لا كونتيتي اللي حتى يشرب كامل هذاك الروز. اون بلوس دو سا نحسو بلي خلاص فوالا دخلو طياب، ماشي مخصوص كيما قلت شويه ملح شويه فلفل الكحل. نخلوه حتى ينشف ومن بعدك بيان سور يبرد باش نقلبوه، ماشي يبرد كومبليتمون، يبرد شويه باش نقدروا نقلبوه، باسكو الا كان سخون ما يشدش لا فورم تاعو. انايا كيما راك تشوف المقلوبه ما قعدلهاش غير دوك نحطها فوق النار ونمرقها. وانا ماذا بيا بعد ما شفت انت المقلوبه انا نسمع من عندك الجديد تاعك. الجديد تاعي انا كيما انت يا بوبري، استادير سي فري ياسين بوزاما بالك الناس يعرفوا لانيماتور تيلي ولا لانيماتور راديو ولا لو شونتور، مي انا ثاني عندي قصد كبير من الوقت نتاعي نديرو في لا كومبوزيسيون، يعني جو اوتور كومبوزيتور يعني نكتب للناس. دونك انا دي فوا يفوك جو مانسبير دوطر ميوزيك تاع حاجه اخرى تاع لاتينو ولا حتى الهند ولا نسمع جو مانسبير دوطر ميوزيك موسيقى عالميه و نتشبع بها هكذا باش نقدر نكتب ندير دي ستيل ديفيرون في التاليف تاعي، لاني نغني انا واش نكتب ونمد للناس غني للناس اللي نمدهم للمطربين للمطربات عندهم دي ستيل ديفيرون. دونك يفوك انا ثاني نحوس نشوف واش راهي ندير في جهه اخرى كيما انت اليوم جبتي معاه هذا البلان من لبنان. مي سكيا كونسيرنون لا كويزين انا ما نعرفش نطيب. كنت راح نقول لك ولا تحب الطياب ولا تعرف الطيب اكيد لحقتي لا باسكو راك تعرف دير كلش ما شاء الله، تعرف تغني تعرف تنشط تعرف تقدم تلحن تكتب ما شاء الله. الطياب نعرف ندير غير لي زوك لا حاجه مي حاجه صعيبه يعني مي نحب جيم بيان مونجي الحق يعني الماكله تاع الدار نموت عليها ونحبها. دونك سي بور سا جو مانتيريس بوكو يعني لهذا الشيء اللي راكي ديري فيه بون سي دو لاف اوسي هذا ثاني فن. حتى واحد كيكون فنان حيكون فنان في كلش. يعطيك الصحة. في الذوق تاعو في الالوان اللي اختارها حتى في احلامه يعني راهو فنان فيهم. وهذا واش رانا اليوم اكتشفناه معاك خويا ياسين. ان شاء الله الاطباق تاعنا يكونوا عجبوك اليوم. ان شاء الله سيغمون ندوقوهم تفاصيل. ان شاء الله. مالا كيما شفتوا الاطباق تاعنا راهم قريب يوجدوا، راح تشوفوا كلش مع فوق لا تابل، وحنسمعوا بربي ان شاء الله مع ياسين اغنيه بوكو با وي الموندولا هنا، وعندي صحابي ما فنانين انا محضر. الله يبارك. مالا بقاو معنا باش نسمعوا كامل ياسين واش راح يقدم لنا اليوم. الاول معلش لو كان صفيات قلنا شهيه طيبه مي بالماليزيه. صفيه قلنا بون ابيتي شهيه طيبه بالماليزيه. شكرا يعطيك صحة صفية. شكرا ولا اختي نوال شهية طيبة ماليزية. يعطيك الصحة ويعطيها الصحة. ابقوا معنا باش تشوفوا الكيفيات واجدة وحاضرة فوق لا تابل مع الأغنية اللي راح يقدمها لنا إن شاء الله الأخ ياسين. صدق مكلتنا قدمت الفنان ياسين بوزاما وحبابه الاطباق التاليه. عندنا شوربه عدس اللي مع لافان درنا لها البصل اللي حمرناه من قبل، المقلوبه اللي زيناها بليبينيون واللوز محمر،
ان شاء الله الاطباق تاعنا يكونوا عجبوك اليوم. بدون شك راحين يعجبوني. اولا عجبوني في النظره، باسكو يقول لك قبل ما تاكلي حاجه لازم تعجبك في النظره نتاعها. انا نشوف هذيك المقلوبه الله يبارك شابة بزاف، يعني تعجب تجلب. وكذلك الشربه، انا عمري ما كليت عدس صفر. ان شاء الله اليوم نذوقوا الاكل نتاع لبنان، وان شاء الله يعجب كذلك ضيوفي، لانهم نو سولمون ياكلوا الله يبارك الله يبارك ويذوقوا ويكريتيكيو صوبيتي. بلا انا نروح ما قبل ما يذوقوا. لا لا ان شاء الله تعجبهم، ما فيش مشكل ان شاء الله. نقدم لك ضيوف الا حبيتي. داكور. الو عندنا خونا اسماعيل جانا من الاربعاء صاحبنا، كذلك توفيق عايش في ماليزيا بين ماليزيا والجزائر. مرحبا بك عندنا. ايوا توفيق، كي قلت له ايميسيون تاع الاكل تو قال لي نجي غادي نشوف ندوق الاخر. صفيه بنت خويا توفيق راهي حاضره معنا. نور الدين كاتب كلمات فنان معروف، نور الدين بوديسا. توفيق كذلك موسيقي عازف على آلة البونجو وآلة الويتارية. قرو هذا على كل حال سي ان ارتيست في لوديو فيزيوال او ميم طون ديس جوكي او ميم طون سي يتعامل كثير مع الفنانين خاصة فيما يخص لو سون سونوريست. نقدم لك الضيف الاخير هذا هنا، انا اللي نقدمه. انت تقدمي هنا. نقدمه لانه غني على التعريف. أيوة. ما يحتاج نعرفوه ولا نقدموه. الاخ الباجي تشرفنا اللي راك معنا، واليوم تراك ضيف عند خونا ياسين، لكن ان شاء الله احنا المره الجايه نكونوا ضيف عندك. مرحبا بكم داركم ان شاء الله. يعيشك يعطيك الصحه. صافي بليزير شرف لينا. أشهر أختي ومنوكم النجاح إن شاء الله. إن شاء الله معكم يا رب. إن شاء الله قعدتنا ولمتنا تكون كانت خفيفة عليكم. بدون شك وإن شاء الله تكون تعجب الجمهور وإحنا ضيافنا، وإن شاء الله الأكل هذا يعجب. إن شاء الله يا رب. عقدة؟ أنت قلت لي مقبلات إن شاء الله بعد الشبعة راح يكون الراس يغني. صح الراس يغني. أيوة. انا نخليكم ان شاء الله تذوقوا ماكلتنا بالصحه والهنا، وانا نروح نستنى باش نسمع بعد ما الراس يغني. ان شاء الله يعطيك صحه. ذوقوا ماكلتنا بالصحه والهنا. يعطيك صحه. شكرا. بارك الله فيك. تفضلوا. ما نقول فني شحال عزيز الشعبي والمنظول معهم دخل وياليل شيخنا بيهم مصول كلامهم معاني الويس الموال والزيدة نجول سيكا ورصد الديل حبوا في قلبي بقى مرحوم الحاج العنقى شيخنا دور مسبقة ما نسالو الجميع الحمام ذكروا مصدقة يرحمهم من جليل والحمام اللي وانستو مشى عليا ما بقى لي نسمع صوتو في بصرنا عمرو قلبي ما نساه الحاج منور طارو معاه كلمة
قنين يدوي محله وبحالو شحال قليل ولاس تخبر يا حسراه معه تركب وتميل دبيه ويت الغزالة شمس حالباتول يلل الباتول عدات سر عبله ومحاسن جازية ولي محس غير والقيطارة قدور شرجالي شطارة اسكندراني وعليل والحضرة عبد الغني في القوس هبيل طاير والناقي بسحارة والماروكا نوت والنوين الله يهديكم يا سلام صلوا جواد الليحة صلوا على النبي كاملين سمو غالي ما هو رخيص الحج بجمعة العنقيس مع الخلوي يركبو يغيس والباجية الحفيل بحر الطوفان لينا وليس صمتو قول قليل يا بحر الغامق مداد بيك رجال ونسوان شابات وشبان صبيات وصبيان ليديت حبيبي يا بحر الطوفان كيفاش ننسى يا حبابي الحج الهجمي قروابي فسح اللسان ويسبي في الحراز ميل وماتين محبوبتي يا صحابي وتحفوها بالتاويل البارح انا بعزوبتي فرح شغلها وسارح كان في عمري عشرين البارح انا زهيب شبابي مع جملة حبابي يا زهرات السنين البارح البارح كان في عمري كان في عمري عشرين عشرين عمري ما ننساشي شيخ دحمان الحراشي بوطارو سلب الغاشي مولا رجلا واصيل كلامو معنى ما خلاشي والريشة يا العقيل يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين سمعت صوتو من بعيد من روفالي الباب جديد عمر الزاهي ولا عميد مع ولاد هذا الجيل فسحني والموال زيد هو تعامل تجويل ذيك الشمعة اللي حرقنا ضوت عليك يا غزالي ضوت عليك لي يا غزالي أملي مال 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 يا الغالي ذيك العسلة اللي شربنا لذت وشربها حلالي لذت وشربها حلالي يا الغالي أملي مال 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 يا غزالي أملي مال مال مالي أملي مال مالي ربكم ويه الدولي أملي مال مال مالي أملي مال مالي حبكم ويه دولي شامبيون دو موند يا وتوفيق توفيق ما قلت لنا شاي طيبه ما قلت لناش بون ابيتي طوب 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 على الاغنيه اللي راح يختارها لنا ان شاء الله الاخ ياسين سي بون ابراهيم نعاودوها خلاص شايفو في لاراديو عندك قصه ابراهيم سي بون سي سيونيرو قالت لك نوض نوض قالت لي نروحو قلت لها نروحو عرفتها علاه فالي با نهضر سي بون تخي بيان هيا شفتها